الحديث عن الموت في واقعه حديث عن الحياة. الحياة حقيقة تشكيكية ذات مراتب. المرتبة الدنيا من الحياة تمثلها هذه الحياة التي نعيشها، والمرتبة العليا من الحياة تمثلها حياة الآخرة. ولذلك فالحديث عن الموت في واقعه حديث عن الحياة. ربما هذه الفكرة يشوبها شيء من الغموض. لتقريب هذه الفكرة نذكر مثالا منتزعا من واقع حياتنا التي نعيشها. الحياة النباتية، هذه الحياة التي تجدونها في النبتة، هذه مرتبة من مراتب الحياة. الآن نغض النظر عن الجماد وهل الجمادات لها حياة أو لا توجد لها حياة. النبتة لها نوع من الحياة، ولكنها مرتبة دنيا من مراتب الحياة. الحيوان له نوع من أنواع الحياة، ولكن هذا النوع يمثل مرتبة متقدمة. نحن البشر نملك نوعا من أنواع الحياة، ولكن هذا النوع يشكل مرتبة عليا من مراتب الحياة. هذه المراتب التي نجدها في هذه الحياة الدنيا، إذا نحن نلاحظ الدنيا بمجملها في مقابل الآخرة بمجملها، هذه الحياة الدنيا تمثل مرتبة هابطة من أنواع الحياة، والحياة الآخرة تمثل مرتبة عليا من مراتب الحياة. ولعله لذلك الله تعالى يقول في الآية الكريمة: يا ليتني قدمت لحياتي. لعله، والله أعلم، لعله هذه الحياة في مقابل تلك الحياة لا تعتبر حياة. يا ليتني قدمت لحياتي، كأنه تلك الحياة.
لا يقول إنها حياة عليا، لا يقول إنها حياة حقيقية، يقول إنها هي الحياة.